والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لو انتم صادقين في الحرية والناس كلها أحرار في واحد يتزوج عمره 17 ونص حرة لين لزيمة اللي تحصل 18 ده ما كم للحرية زي ما بقوله فنازل ناس مستهبلين ما حرية دي ديل دايرين يطبقوا منهج شيوعي ونقول للشباب زيادة من التمسك بالدين وزيادة من الحشمة والحياء زيادة من الرجولة زيادة من المروءة زيادة من المواقف التي تغيظ هؤلاء المجرمين العلمانيين. تحدث هذه البرامج حسب المنظور الإسلامي والخلق السليم إلى هدم ما قام عليه الدين. وأنا والله كيفني جدا إنه اللي انتقدوا البرنامج ده ما ناس دين فقط بل غير الناس اللي بينتسبوا لشنو للدين لأنه ده كلام يعني لا يقبله العقل ولا النقل ولا غير ذلك. أن شوقي تعريفة من الحزب الشيوعي قال في معهد المعلمين كلية التربية جامعة الخرطوم حاليا قال لماذا تلوموننا نحن الشيوعيون على الزنا إن الزنا عادة اجتماعية مورست حتى في بيت النبي الكريم نعوذ بالله وحتى في أدبياتهم في الجامعات بيقولوا التحية للستات العرق والمريسة التي تمارس بالليل الدعارة ثم تنجب أولاد الحرام فنحن أولاد الحرام. ده الناس مجارمة وما عندهم أي حياء ولا عندهم أي خجل وجايين يقولوا ذا اللي بيمثلونا والمقدم بتاع البرنامج ده رمل فيها حريف علينا نحن مستقبل ولا شنو؟ قال أول ما يقول ما دايرين حجاب ودايرين كذا بتعري الموافق يرفع يده يقول الأغلبية رفعت يدها الأغلبية طريقة النقاش وطريقة الحوار اللي أداروا بها هذا البرنامج كانت عبارة عن استفزاز لمشاعر المؤمنين واستفزاز للأخلاق السودانية والقيم. يعني زي الألفاظ اللي قالوها في البرنامج دي سودانية دي أين هذه أين هذا من القيم السودانية؟ تجي تتكلم أنا فعلوا بي وأنا تحرشوا بي وإلى آخر، هل هذا من الحرية؟ وهل هذا مما يعني أمر الله سبحانه وتعالى به؟ فإنت الكلمة الإنجليزية دي أزعفني بها بعدين معناها أوبجيك بس أوبجيك دي وإن دارين تدلعوها قولوا لا جوباك يعني. فاطمة أحمد إبراهيم الهالكة الشيوعية قالت المرأة إذا زنت فإن الله لن يحاسبها ودي قالت لو انت ما مزول مني الله بحاسبني. طيب دي انت كيف عرفتي انه الله ما بحاسبها؟ قال لي ان سياسة الحاكم هي التي دفعتها الى ذلك. يا اخواننا من ناس الطب الناس اللي قروا شيء متعلق بالطب زول جعان بيقدر يزني؟ ان شاء الله دي فيها سعرات حرارية وحاجات كثيرة. وبشركم الشغلة دي ماشى والدعوة ماشى والتوحيد ماشي وبارك الله في كل من له نخوة وكل من له غيرة من السودانيين وغير السودانيين ويا جعفر ولا خضر شغل جايك لقدام برضو.